بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 40 بعد 100. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني في آخر عقيدته، وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر، وتفضيل عمر على عثمان، وتفضيل عثمان على علي؟ فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبت، من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها، وأنه كان يقوله على منبر الكوفة، بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قول علي رضي الله عنه 80 سوطا. وكان سفيان يقول: من فضل عليا على أبي بكر فقد أجرى بالمهاجرين، وما أرى يصعد له إلى الله عمل، وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي وغيره روي هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله وابن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه قال على المنبر: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر، فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه. وكذلك في الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟
قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها. وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي الصحيح عنه أن امرأة قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، قال فأتي أبا بكر. وفي السنن عنه أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي الصحيح أنه كان في سفر فقال إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي السنن عنه أنه قال رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر، ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح عمر. وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم يفعل، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك. وندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها. قد تواتر في الصحيح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرتين أو ثلاثا، حتى قال إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم مما بين للأمة تقدمه عنده صلى الله عليه وسلم على غيره. وفي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف ثم قال لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يبين ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وذهابه. ولهذا قال مالك للرشيد لما قال له يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أمير المؤمنين منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته، فقال شفيتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته ومؤازرتهما له على أمره ومباطنتهما مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسيرته مع أصحابه. ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه، وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك، أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر أو رجح غير أبي بكر. وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك، فإن هذه قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا ثم رجع سفيان وغيره عن ذلك، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدى الروايتين عن مالك، ولكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام،
حتى إن هؤلاء تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان، هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، قد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. والحجة في هذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي بعض الطرق يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله اختيار أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر اختيار خليفة من بعده، وأنهم اختاروا عثمان رضي الله عنه وبايعوه، وقال: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.